السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، تقدم معنا آية لم نتكلم عليها وفيها شيء من الاستنباط يدل على معنى فقهي، وهي قول الله جل وعلا: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هذه الآية تجاوزناها وفيها معنى لو تأملناه نجده دقيقا، وهو ما يتعلق بالعهد والميثاق إذا كان بين جماعتين أو عقده المسلمون مع جماعة من الكفار ونقض هذا العهد طائفة أو فريق منهم ولم ينقضه الجميع، فإنه يعتبر لاغيا بجميعه. وهذا ظاهر في قول الله جل وعلا في ذكره لحال أهل الكتاب، قال: أوكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، يعني لم ينبذوه جميعا وإنما نبذه فريق منهم. فأخذ الله جل وعلا اليهود كلهم بسبب هذا النقض، بسبب هذا النقض الذي وقع فيه فريق منهم. الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية عادة أهل الكتاب، وذلك بنقضهم للعهود، وخاصة اليهود، فإنهم معروفون بنقض العهود والمواثيق. ولهذا بين الله جل وعلا أخذه الميثاق عليهم في مواضع عديدة، من ذلك الإقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فبين الله سبحانه وتعالى حال محمد في كتابهم على أمور متعددة، منها حال التشريع الذي يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم والرسالة التي يأتي بها، ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك أيضا التشريعات بإحلال الطيبات وتحريم الخبائث. ومعنى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أي أن الله جل وعلا جعل شريعة محمد رحمة وليست عقابا بخلاف شريعة أهل الكتاب، ففيها الرحمة وفيها العقاب لهم. ولهذا امتازت هذه الشريعة عن شريعة بني إسرائيل، أن الله عز وجل لا يحرم على المسلمين شيئا عقوبة لهم كما يحرم على اليهود والنصارى شيئا عقوبة لهم، كما يحرم الله عز وجل عليهم الشحوم وكذلك بعض الأنعام ونحو ذلك، فإن هذا من الطيبات حرمه الله عز وجل عليهم عقوبة لهم. ولكن بين الله سبحانه وتعالى أن شرعة محمد الذي يأتي أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فليس في شريعته عقوبة لأحد. وهذا مما بين الله عز وجل لأهل الكتاب حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك ببيان شريعته، وكذلك أيضا أنه يرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم مما كان عليهم من التكاليف والتشديدات السابقة التي كانت بسبب ذنوبهم، مما فرضه الله عز وجل عليهم عقوبة وزجرا وتأديبا. وكذلك أيضا مما بينه الله عز وجل لهم صفات النبي عليه الصلاة والسلام في ذاته، ومن ذلك اسمه، فإن عيسى عليه السلام بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم بنبي يأتي بعده، وما يأتي بعده أي أنه ليس بآخر الأنبياء عيسى عليه السلام، وإنما يأتي بعده وسماه اسمه أحمد. وهذا من العلامات الظاهرة البينة، إذا اقترنت معرفة الشريعة باسم المشرع فإن هذا من الدلالات الظاهرة على معرفته. هذا النقض الذي ذكره الله عز وجل، أول من نقضه هو مالك ابن الضيف، كما رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث عكرمة أو سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن مالكا وكان من اليهود
ذهب إليه وأخبر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل أخذ على بني إسرائيل وعلى اليهود خاصة العهد والميثاق أن يؤمنوا بمحمد إذا بعث فيهم، قالوا ما أخذ الله عز وجل علينا عهدا أن نؤمن لنبي، فنقض مالك هذا الميثاق فجعل الله عز وجل نقض اليهود واستحقوا اللعنة على سبيل العموم. ولهذا قال الله جل وعلا وكلما عاهدوا عهدا، ومن عاهدوا هنا عاهدوا الله سبحانه وتعالى، نقضه فريق منهم، الذي نقضه واحد وتبعه ربما أفراد، فجعل الله عز وجل النقض على سبيل العموم. وهذا فيه إشارة إلى شدة عناد بني إسرائيل وخاصة اليهود، فإن اليهود نقض للعهود ويلبسون الحق بالباطل ويشتركون مع النصارى في إخفاء نبوة محمد صلى الله عليه وسلم على التغليب، ويجمعهم في ذلك الكبر. ولهذا لما ناداهم الله عز وجل في آيات سبقت في قول الله جل وعلا يا بني إسرائيل، قال الله بعد ذلك بآية ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، ما يكتمونه من الحق ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء عند ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث مجاهد ابن جبر قال تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، تكتموا نبوة محمد وأنتم تعلمون، أي تقرون بها. وجاء تفسير ذلك عن جماعة كعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من المفسرين، أي أنهم ممن يكتم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر فيه جملة من المسائل، منها أنه لا حرج على المسلمين جماعة وأفراد وكذلك أيضا قادة أن يتعاهدوا مع أي فئة حتى لو عرفت بنقض العهود، إذا كان في هذا العهد أمان للمسلمين وذلك للصالح العام لا لصالح أفراد، فإذا كان كذلك فإن هذا من الأمور الجائزة. فالله سبحانه وتعالى قد أخذ الميثاق على بني إسرائيل وهو يعلم حالهم جل وعلا، وكذلك يعلم ما نقضوه من العهود لأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام. فالله عز وجل قد جعل عيسى وهو السابق لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاء بعد موسى، فكان موسى يأخذ العهد على من كان بعده بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نقضوا نبوة موسى ونقضوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي عيسى ولم يؤمنوا بشيء من ذلك، فلما جاء عيسى بشرهم بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ الله عز وجل عليهم عهدا بعد نقضهم ذلك. ولهذا نقول إنه يجوز إذا أراد المسلمون أن يأخذوا عهدا وميثاقا على جماعة عرفت بنقض العهود أنه لا حرج عليهم في ذلك، كذلك أيضا لا حرج على الإنسان أن يتعاقد مع غيره عرف بالتدليس والخداع والخيانة ونحو ذلك أن يبتاع منه شيئا، ولكن في هذا يجب عليه أن يحتاط، وهو أن يشدد في الشروط كما شدد الله عز وجل على بني إسرائيل حتى يحمي أمره، فلا يفرط في هذا إذا كان فيه مصلحة له. ولهذا الله عز وجل أخذ الميثاق على بني إسرائيل وشدد عليهم ذلك لأمور متعددة، من هذه الأمور التي يدل على أن العهد والعقد إذا كان على مع أمة طاغية معروفة بالخداع والتدليس وكتمان الحق جائز إذا كان لصالح المسلمين وصالح العامة كما أخذه الله على بني إسرائيل. دليل ذلك أن أهل الكتاب، وهذا من أسباب أخذ العهد على بني إسرائيل وخاصة اليهود، مع كونهم من الظلمة ومن المعروفين بنقض العهد قبل ذلك، أول هذه الأمور أن بني إسرائيل معروفون بأنهم أهل كتاب بخلاف الوثنيين وغيرهم، والله عز وجل قد بعث موسى وعيسى إلى قومهم خاصة، وهم آخر الأمم عهدا بخبر السماء، بخلاف غيرهم من البقايا من الصابئة وغيرهم الذين كانوا أصحاب كتاب قديم، فكان التدليس والتبديل طرأ عليهم قديما، فبدلت الشريعة ولم يبقى فيها من الصحيح إلا أقل مما بقي من رسالة بني إسرائيل من اليهود والنصارى، فهم ينظرون ويتيمنون باليهود. ولهذا كان من كان في المدينة
من أهلها هم الأوس والخزرج. من كان في المدينة من أهل الكتاب اليهود ولا يوجد في المدينة نصارى، لا يوجد في المدينة نصارى، يوجد فيها بنو النضير وبنو قريظة. وبنو النضير وبنو قريظة هؤلاء تنافروا قبل الإسلام، فأصبح بنو قريظة حلفاء للأوس وبنو النضير حلفاء للخزرج، فتحالفوا فيما بينهم، كل منهم يتيمن بالآخر، يتيمن الأوس ببني قريظة ويتيمن الخزرج ببني النضير، لأنهم أصحاب كتاب. إذن الوثنيون وهم ما كانوا عليه الأوس والخزرج هؤلاء ينظرون إلى أهل الكتاب هل يتبعون محمد أم لا، ولهذا شدد الله عليهم لأن عدم إيمانه بمحمد فتنة لغيرهم، ولهذا تم الله عز وجل بأخذ الميثاق على بني إسرائيل تشديدا عليهم. وفي هذا من الأمور أنه ينبغي للإنسان أن يشدد الأمر ويوثقه على من يقتدى به، خشية أن يزل فيزل معه الناس. ولهذا الله عز وجل أخذ الميثاق على اليهود أكثر من أن يأخذه على النصارى. لماذا؟ لأنهم أكثر الناس نقضا للعهود، وكذلك أكثر الناس تحريفا لكلام الله سبحانه وتعالى بالمعنى، وتحريف المعنى أعظم وقعا من تحريف اللفظ كما تقدمت الإشارة إليه. لهذا شدد الله عز وجل عليهم في ذلك، لأن في عدم إيمانهم بمحمد فتنة لغيرهم. ولهذا دخل أفواج النصارى فتبعهم في ذلك فئام كثير من المشركين من الوثنيين وغيرهم، لأنهم كانوا يتيمنون في هذا. ويكفي في هذا أن الأوس والخزرج كانوا في الجاهلية إذا ولدت المرأة منهم بطنا يضعونه مسترضعا عند نساء اليهود، وذلك يتيمنون بما هم عليه. وهذا فيه من التأكيد على من يقتدى به بالأمر أن يلتفت إليه، وكذلك أن يوعظ وأن يذكر وأن يخوف بالله عز وجل أن الناس قدوة له، وينبغي أيضا أن توضح له البينات أكثر من غيره كما وضح الله عز وجل ذلك لبني إسرائيل. فكان عند بني إسرائيل من أخبار محمد ما لا يوجد عند قوم محمد عليه الصلاة والسلام من كفار قريش من العلم أو القرائن ونحو ذلك مما يعلمونه من أمره، وإنما يعلم من أمره من لديه شيء من بقايا الكتاب من النصارى ونحو ذلك، ورقة ابن نوفل ونحو ذلك، ولديهم شيء من هذا النور مما يخبر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمراته. لهذا تجد اليهود والنصارى لديهم علم بحال محمد أكثر من قوم محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا كانت الفتنة في عدم إيمانهم أعظم من الفتنة في عدم إيمان قوم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي جاء بأمر من التشريع، وأمر التشريع مرده إلى قرائن التشريع لا قرائن القبيلة والنسب والطبائع ونحو ذلك، فيرجع فيها إلى كفار قريش. لما نقض فريق من اليهود العهد الذي أخذه الله عز وجل عليهم جعل الله عز وجل اللعنة عليهم، وذلك لقرائن كما في قوله سبحانه وتعالى بل أكثرهم لا يؤمنون، أي بيّن الله سبحانه وتعالى مع أن الناقض فريق منهم بيّن أن أكثرهم تبع لذلك لسكوتهم عن ذلك الناقض. وهذا فيه إشارة لمسألة فقهية، وهي أن المسلمين يجوز لهم أن يعاهدوا وأن يعاقدوا غيرهم إذا عرفوا ولو عرفوا بالنقض، شريطة أن تكون الشروط صحيحة في ذلك. وإذا نقض فريق من أولئك المعاهدين والمعاقدين ولو قلوا أن ذلك الشرط باطل، لأدلة منها أولها في هذه الآية أن الله عز وجل جعل أولئك الفريق الذين نقضوا العهد حامل على كفر أكثرهم ممن بلغه ذلك النقض وسكت على ذلك. الأمر الثاني أن الجماعة إذا تعاهدوا مع المسلمين على أمر من الأمور أو صلح من أنواع الصلح الذي في صالح المسلمين ثم نقضه جماعة قليلة منهم قالوا لا نقر بذلك العهد الذي وقعناه فيما سبق ولو قلوا، يقال إن هذا العقد لاغي بتمامه. لماذا؟
لأن المسلمين في معرفة من نقض ولم ينقض من أولئك مما يشك، وربما يتخذه الأعداء حيلة، فكل من فعل مكيدة بالمسلمين أو تجسس عليهم أو آذى عدوا أو آذى وليا من أولياء المسلمين أو أعانى عدوا للمسلمين على المسلمين، قالوا إن ذلك ليس ممن وافق على العهد وإنما من غيرهم فيتبدأ الضراء على المسلمين شيئا فشيئا حتى يهزم المسلمون. ولهذا نقول إن الفئة القليلة إذا نقضت العهد من جماعة كثيرة قد أخذ عليها العهد فإنها ناقضة للعهد كله. وهذا سببه أن لثبوت ذلك الضرر. الأمر الثاني أن هؤلاء من جملة المتعاقدين من الطرف الآخر، فإذا نقضوا ذلك العهد والميثاق كمن نقضه عند أو لم يوقعه أو يبايع عليه عند إنشائه. وهذا نظير العقود في أمور المعاملات. إذا تعاقد جماعة على شيء ثم جعلوا ذلك الشرط على الخيار، فيكون مثلا الخمسة لهم بستان أو أرض أو ماشية لهم فيها شرك، وباعوها على واحد أو على جماعة، وكان الأمر بينهم على الخيار لمدة شهر، فرفض واحد منهم أن يبيع بعد ذلك، فإنه حينئذ يقال إن البيع لاغي ولو وافق البقية حتى ينفصل البقية عن ذلك الشخص أو ينفصل ذلك الشخص عنهم بماله، ثم بعد ذلك يقال بصحة إنشاء عقد جديد. يستثنى من هذا أن الجماعة إذا عاهدت المسلمين والذين نقضوا انفصلوا عنهم، أو الذين لم ينقضوا انفصلوا عن الذين نقضوا، فإن هذا من الأمور الجائزة. دليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أجلى بني النضير لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة قبل أن يجلي عليه الصلاة والسلام بني قريظة، وأبقى بنو قريظة مع كونهم حلفاء لبني النضير من وجه، وأبقاهم على أمرهم ولم يخرجوا مع بني النضير. فمن كان من بني النضير أو بني قريظة مما يخالف الذين أجلاهم النبي عليه الصلاة والسلام انفكوا عنهم وبقوا في المدينة، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ما بقوا عليه، فكان ذلك إقرارا لهم. وأن عدم التزام بني النضير بالعهد والميثاق الذي أخذه النبي عليه الصلاة والسلام على اليهود جميعا ما جعله ناقضا لعهد يهود كلهم لانفصال بني النضير عن بني قريظة. فلما خان بنو النضير النبي صلى الله عليه وسلم قاتل النبي عليه الصلاة والسلام رجالهم وسبى نساءهم وأخذ أموالهم غنيمة للمسلمين، إلا وهذا دليل آخر، إلا بعض بني قريظة آووا إلى المسلمين ولم يكونوا مع من خان، فآمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا هل هو عهد في الأمور بين المسلمين وغيرهم من الكفار على سبيل العموم؟ نقول هو على سبيل العموم. فالحلفاء فيما بينهم عهدهم واحد ولو تعاهدت فئة دون أخرى. إذا كان ثمة دولتان أو فئتان متحالفتان فيما بينهما، وهذا التحالف يعني أن كل عداء لطائفة هو عداء للأخرى، وكل عقد مع طائفة تلتزم به الأخرى. فتعاقد المسلمون مع فئة واحدة من الاثنتين، ثم نقض العهد فئة أخرى لم يعقد معها المسلمون، فإن النقض ينتقل إلى المعاهدة، ويكون حكم ما يكون عليه أولئك من أخذ أموالهم وسبي نسائهم وقتل رجالهم على السواء. لماذا؟ لأنهم حلفاء لهم على حد سواء، والتزموا فيما بينهم فكان دمهم واحد
واحد. وهذا يؤيد هذا ما جاء في صحيح ما مسلم من حديث أبي المهلب عن عمران بن حصين أنه قال كانت بنو ثقيف حلفاء لبني عقيل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا وأخذ ناقته وتسمى العظباء فحبس، فقال يا رسول الله بما أخذتني؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أخذناك بجريرة قومك مع أنهم حلفاء ولم يكونوا منهم أصلا. فسبب ذلك أنه أسر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين، ففدى النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل بهذين الرجلين. ولهذا نقول إن التحالف في ذلك إذا كان ثمة دول متحالفة وأن التزام دولة يلزم دولة أخرى أو فئة وجماعة التزام جماعة تلتزم به الأخرى، فتعاهد أحد المسلمين مع جماعة واحدة ولم يتعاهدوا مع البقية فإنه شامل لهم، فإذا خانت واحدة من الحلفاء لذلك الأصل فإن النقض يجري على العموم. وهذا ظاهر في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل الكتاب. وفي هذه الآية أن حمل الله عز وجل اليهود جميعا النقض، مع أن النقض الذي بدأ بالنقض واحد. ومن القرائن والأدلة في هذا أن الله سبحانه وتعالى جعل الذي يسمع الباطل كالمبطل في نفسه، يسمع الباطل وساكت عنه، فالله عز وجل جعل الذين من الذين هادوا سماعون للكذب أكالون للسحت. سماع الكذب الذي يسمع الكذب لماذا يسب؟ لأنه ولم يتكلم، لأنه سمع الكذب في وقت أو في ساعة يلزمه أن يوافق أو يخالف فسكت، فدل على الموافقة، فدل على أنهم إن سمعوا الكذب وهم ملزمون بالموافقة أو المخالفة أنه يجب عليهم أن يتكلموا وإلا فهم مذمومون. وهذا محل المؤاخذة لليهود أنهم سكتوا عن ذلك الناقض لذلك العهد والميثاق فقاموا فجعلهم الله عز وجل على حد سواء. وفي هذا أيضا في حديث عمران بن حصين أن النافر من الجماعة المناقضة الخارج منهم وولاؤه لهم ولو لم يكن في بلدهم أن حكمه على حد سواء في حكمهم. ولهذا لما جاء في حديث عمران بن حصين عليه رضوان الله تعالى في الرجل الذي أسر لم يكن في جماعتهم ولا في أرضهم، وإنما جاء عابرا، فلما رؤي في طريق أخذ فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام بجريرة قومه ولم يرتكب هو جريرة بنفسه. هذا في حال المؤمنين مع المشركين. وأما بالنسبة للمسلمين فيما بينهم العهود التي يأخذها المسلمون فيما بينهم فإنه لا يؤاخذ أحد بجريرة قومه. إذا تحالف إذا مثلا تعاهد جماعة أو عائلة أو قبيلة أو نحو ذلك لا يؤاخذ فرد منهم لم يرتكب جرما بفعل قبيلته، لأن هذا ليس في أمر المسلمين. وقد روى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث أبي النضر عن رجل من بني تميم أن أباه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اكتب لي كتابا ألا يؤاخذني أحد بجريرة قومي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا لك ولكل مسلم. وهذا فيه دليل على أن المسلمين من جهة أمرهم أمر الإسلام حصن دماءهم، وأن الوزر يلحق الأفراد لا يلحق الجماعات، وأن إلحاق أمر الجماعات في دائرة الإسلام هذا من أمر الجاهلية الذي ألغاه الإسلام في أمر المسلمين وأبقاه الله عز وجل في أمر المشركين. الآية الثانية قول الله جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. الله عز وجل ابتلى إبراهيم بكلمات، وهذا الابتلاء المراد به الاختبار من الله عز وجل لنبيه. وفي هذا دلالة وإشارة، وقد تقدم معنا أن نتكلم عن الآية من جهة المعنى العام ثم نبين الدلالة الفقهية والحكم الفقهي في ذلك. ابتلى الله عز وجل إبراهيم، والأنبياء يبتلون بل هم أشد الناس بلاء. وإبراهيم هو إمام الحنيفية
السمح عليه الصلاة والسلام، وقد ابتلاه الله عز وجل بشيء من السنن الشرعية والسنن الكونية. من السنن الشرعية ما أنزله الله عز وجل من أحكام خاصة فيه وعامة يشترك فيها معه غيره. ومن الأمور الكونية ما جعل الله عز وجل له من أمور الابتلاء والتقدير عليه وعلى أزواجه من بلاء من تنقل وارتحال ونحو ذلك، فإن هذا من البلاء الذي يجده الإنسان قدرا في أمره، فابتلاه الله عز وجل بجملة من أنواع البلاء. والله سبحانه وتعالى حينما خص إبراهيم بالبلاء فيه إشارة إلى أنه ينبغي لوريث الأنبياء أن يعلم أنه كذلك. وفي قول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هذه الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم اختلف في المراد بمعناها. جاء معنى أن المراد بذلك هي التشريعات التي أمر الله عز وجل بها إبراهيم الخليل بالإتيان بها، وهذا قد جاء عن عبد الله بن عباس تفسيره كما رواه عبد الرزاق في كتابه التفسير، وابن جرير الطبري من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أنه قال في قول الله جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: ابتلاه الله عز وجل بعشر، خمسة في الرأس وخمسة في باقي الجسد. ابتلاه الله عز وجل بقص الشارب وفرق الرأس والمضمضة والسواك، وابتلاه الله عز وجل بحلق العانة ونتف الإبط وقص الأظفار والاستنجاء والاستجمار، وهذا مما ابتلى الله عز وجل به إبراهيم بجملة من الأوامر. ومعنى البلاء الاختبار على شيء من التكاليف الشرعية، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يحمل غيره أمرا مهما أنه ينبغي له أن يختبره وأن يبتليه. ومعنى الاختبار والابتلاء أن يقوم بامتحانه حتى يصبر بنوع من التكاليف والتجربة حتى ينظر حاله، وهذا من الأمور المعروفة فطرة ومن الأمور المعروفة شرعا، فإن الله عز وجل ما ترك نبيا من أنبيائه إلا ابتلاه بشيء من البلاء قبل بعثته وبعد بعثته حتى يكون من أهل الجلادة والصبر. فكل تكليف يريد الإنسان أن يكلف به غيره ينبغي أن يبتليه قبل التكليف. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة النساء: قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني ينبغي لكم أن تختبروهم لا أن تعطوهم جزافا، فهذا نوع من التكليف، فقم باختباره والنظر فيه. ومعنى الاختبار: أعطه شيئا من التكليف، إذا كان من ماله لديك ألف فأعطه خمسة أو ستة أو سبعة ونحو ذلك، ثم انظر ماذا يتصرف فيها بها، ثم تدرج في أمره حتى يكتمل التكليف لديه. وهذا ما أمر الله عز وجل به إبراهيم وابتلاه به في ابتداء أمره، ابتلاه بأشياء لازمة في ذاته حتى يتعود على الصبر. ومعلوم أن أعظم المشاق هي في أول الطريق، أن أول المشاق في أول الطريق، فإذا اعتاد الإنسان عليها ثبت على ذلك. كحال الإنسان يبتلى بشيء من الأمور القدرية من الحر والبرد، فأشده أوله عليه، ثم بعد ذلك يتصبر ولو استمر ذلك دهرا طويلا. كذلك أيضا ما يقع في الإنسان من شدة ممن يسكن البراري والبوادي، أول الشدة عليه ابتداؤها، ولهذا الله عز وجل يجعل الشدة على أنبيائه ابتداء قبل أن يباشر الأمر الأهم في ذلك. وهذا فيه إشارة إلى أن من مهمات الولاية أن يقوم الإنسان بتولية من يختبره، لا أن يوليه جزافا، بل يقوم باختباره وابتلائه على تولي شؤون الناس، ابتلائه في أمر الأمانة واختباره في شيء منها. وهذا فيه جواز امتحان الناس واختبارهم، وذلك لقصد الصالح العام للصالح الخاص للإنسان. قد يقول الإنسان: يقول أريد أن أختبر فلان لصالح نفسي، هذا صالح خاص، لا يجوز لك أن تمتحن فلانا. وأما إذا أردت أن تمتحن فلان فتقوم مثلا تريد أن توليه للفتية أو للقضاء أو نحو ذلك، فتقوم باختباره وسؤاله في أحوال الناس، وكذلك أيضا في استغضابه وهل يغضب أو نحو ذلك، ماذا يفعل في الشدة ونحو هذا. هذا من الأمور المشروعة، وهي من هدي الله عز وجل مع أنبيائه.
وقيل إن المراد بذلك الابتلاء أو بهذه الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم هي ثلاثون سنة، هي ثلاثون سنة. جاء ذلك عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى كما رواه ابن جرير الطبري وابن أبي حاتم، ورواه أيضا ابن أبي شيبة في كتابه المصنف من حديث داود ابن أبي هند عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى قال ابتلاه الله عز وجل بثلاثين، عشر في الأحزاب وعشر في براءة وعشر في المؤمنين وسأل سائل، وأما العشر التي في الأحزاب التائبون العابدون الحامدون، وأما التي في براءة إن المسلمين والمسلمات، وأما التي في المؤمنين وسأل سائل الذين هم على صلواتهم يحافظون. فهذه الصفات التي أمر الله عز وجل إبراهيم وقومه بالإتيان بها، هذه التشريعات هي مما ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم. وقيل إن مما ابتلى الله عز وجل به إبراهيم شريعة المناسك، وهو أول من شرع الله عز وجل له شريعة النسك. جاء هذا عن عبد الله بن عباس أيضا وجاء عن غيره، جاء عن عبد الله بن عباس من حديث سعيد عن قتادة عن عبد الله بن عباس أنه قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابتلاه الله عز وجل بالمناسك، ابتلاه الله بالمناسك، والمراد بذلك بمناسك الحج، ويأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل في آيات الحج. وهذا الابتلاء في قوله سبحانه وتعالى فأتمهن، أي لما أتم ذلك البلاء الله عز وجل أتمهن إبراهيم وفاء لله سبحانه وتعالى. ولهذا امتدح الله عز وجل إبراهيم، وإبراهيم الذي وفى بماذا؟ وفى بهذا البلاء الذي اختبره الله عز وجل به. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان بحسب مهمة الأمر الذي يوليه إذا كان واليا حاكما أن يقوم بالاختبار ولو كان على أمد بعيد بحسب أمر الولاية حتى يثبت. لماذا؟ خاصة في أمور القدوة، كلما كان الإنسان رأسا اقتدى الناس به وتأثر الناس به. وهذا من الأمور والسنن الكونية أن الرأس في الناس أكثر الناس بلاء، الرأس في الناس أكثر الناس بلاء، كما أن الرأس في الجسد هو أكثر الجسد إصابة، فيفتن ويبتلى ويجرح ويستهدف ونحو ذلك. كذلك أيضا الرأس في الأقوام، فإنه يقع للضراء ويستهدف ويقع في نفسه، فينبغي له أن يحترز أكثر من غيره، وأن يصبر أيضا أكثر من غيره، وأن يعلم أن البلاء ينزل به أكثر من غيره، فلو نزل ألا يستثقل ذلك. ولهذا لا يمكن أن ينهزم الجسد إلا بهزيمة الرأس، ولا يمكن أن ينكس الجسد إلا بعد أن ينكس الرأس، فلا يعرف لجسد نكس إلا وقد سبقه الرأس. ولهذا ينبغي للرأس أن يثبت. كذلك أيضا في مسائل الرسالة والتبليغ والدعوة ونحو ذلك أن يكون من أهل الثبات والاختبار، وكذلك أيضا أن لا يتولى شيئا من ذلك إلا وقد تدرج في أمر العلم، تدرج في أمر الرسالة، تدرج أيضا في أنواع التصبر على البلاء ونحو ذلك، حتى لا يفاجأ فهو رأس ويسقط. وأعظم بلية للمسلمين وفتنة للمسلمين أن يتقدم الرؤوس بلا ابتلاء، فإذا جاءهم الابتلاء وهم رؤوس سقطوا فسقط الجسد معهم، وهذا أمر مشاهد. فما تحدث فتنة من الفتن في زمن من الأزمنة ويكون الناس رؤوسا بلا ابتلاء إلا وسقطت تلك الرؤوس وتبعهم الأقوام وفتنوا بهم. ولهذا الله عز وجل ما يدع نبيا رأسا في قوم إلا وقد ابتلاه قبل أن يكون رأسا. وسبب ذلك جملة، منها الانقياد والاتباع، منها أيضا عدم افتتان الناس، منها أيضا أن الإنسان في ذاته فيما ينظر إليه هو قدوة لغيره، فإذا نزل به بلاء البلاء ينزل بأتباعه، إذا نزل به خير الخير ينزل لأتباعه، وإذا كان من أهل التصبر كان من أهل القدوة والاتباع في ذلك. كذلك أيضا فإن التدرج في أمر الناس مطلب،
وأن لا يكون الإنسان قاعا ثم يصبح رأسا، فإذا كان قاعا أصبح رأسا لم يتدرج في أمر البلاء بداهة، لم يتدرج في أمر البلاء بداهة. ولهذا من السياسة الشرعية ألا يطلب الوضيع ثم يكون ليكون رفيعا. لماذا؟ لأنه ما مر ببلاء، فكيف يقود الأمة شخص وضيع فيكون رفيعا؟ فإذا نزل بلاء في الأمة ما تعود على التصبب، بل ينبغي للإنسان أن يتدرج، ولو طلبه غيره أن يكون رأسا في أمة ولم يتدرج فلا يضحي بالأمة لأجل هواه، فلا يضحي بأجل للأمة لأجل هواه، بل ينبغي له أن يكون من أهل التدرج حتى يصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا قال إني جاعلك للناس إماما، جاعلك للناس إماما، والمراد بذلك هي الإمامة في أمر الدين والدنيا. وفي قول الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم قال ومن ذريته، أراد إبراهيم أن يجعل من ذريته أيضا الإمامة، يجعل الإمامة في ذريته. وفي هذا عبرة عظيمة جدا، أن الإنسان يتشوف للخير لمن بعده لذريته، وهذا من الأمور الفطرية التي تكون في الإنسان، ولا ضرر ولا غضاضة على الإنسان، بل هذا أيضا من الأمور المحمودة، أن يحب الإنسان أن يكون الخير في عقبه، أن يكون الخير في عقبه. لماذا؟ خير لازم له ومتعد إليه. الخير اللازم له هو بدعوتهم له، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا يرفع بالجنة درجة فيقول يا ربي أن لي هذا، فيقال بدعاء ابنك لك. وأما لغيره أن الخير المتسلسل واحد عن واحد أوثق من جهة القبول من الشخص الذي يأتي من غير سلالة نبوة أو من غير سلالة علم ونحو ذلك، فإن الناس يتشوفون إلى عقد منتظم من أمر العلم ونحو ذلك. ولهذا سأل إبراهيم ذلك لهذين الأمرين، ولكن الله عز وجل حكمة بالغة، حينما سأل إبراهيم ربه جل وعلا ذلك قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين، إشارة إلى أنه ليس في ذريتك صلاح وإمامة تامة، ولكن فيهم ظالمون. وإذا كان هذا في ذرية إبراهيم فذرية غيره من باب أولى. كذلك أيضا ففي هذا الحديث إشارة إلى عدم جواز تولية الظالم ابتداء، إلى عدم جواز تولية الظالم ابتداء، كما جاء ذلك عند ابن جرير الطبري من حديث ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر قال في قول الله جل وعلا لا ينال عهد الظالمين، ظالم من ذرية إبراهيم لا تجوز توليته، ظالم من ذرية إبراهيم لا تجوز توليته، فكيف من ذرية غيره. قال في قول الله جل وعلا مجاهد في قول الله جل وعلا لا ينال عهد الظالمين، قال مجاهد ابن جبر لا ينال عهد الظالمين، قال لا يجعل الظالم إماما، لا يجعل الظالم إماما، يعني لا يجوز أن يولى الظالم ابتداء إمامة المسلمين، ولكن يجوز إذا كان في توليته وهو ظالم مسلم دفعا لظالم أشد منه ولا خيار إلا بينهما، فإن هذا من دفع المفسدة. كذلك أيضا من وجوه الانقياد للظالم في الخير الطاغي المستبد الذي يتولى على المسلمين وهو ظالم قهرا بالقوة والسيف، فإنه يطاع بالمعروف وينقاد له بذلك، ولا يطاع في معصية الله، وإنما يبقى تحت مظلته بالمعروف، لأن في مخالفة ذلك في مفاسد عظيمة. هذا ما أقام في المسلمين الصلاة. وكذلك أيضا في قول الله عز وجل لما سأله إبراهيم قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين، في إشارة لأنه ينبغي للإنسان أن يدعو لذريته بالخير. ولهذا إبراهيم دعا الله عز وجل أن يجنبه ذريته عبادة الأصنام، وهذا من اهتمام بأمر الذرية، نكثر الإنسان من الدعاء، لأن هذا الخير هو مرده له، فإذا أجاب الله عز وجل دعاءه بصلاح ذريته فيه إشارة إلى أن الخير الذي يأتي إلى ذريته بإجابة الله لذلك الدعاء له أثر عليه، وهذا
بسبب دعائه، بسبب دعائه. ويرجى للإنسان إذا دعا لأحد بصلاح فاهتدى ذلك الأحد أن ذلك الخير يأتي عليه، لأنه سبب فيه، سبب فيه بهدايته وإجابة الله عز وجل له الدعاء. والمراد بعهد الله سبحانه وتعالى أمره والخلافة في الأرض، الخلافة في الأرض، خلافة الأنبياء، إرث النبوة، القيام بأمر المسلمين، الحكم بأمر الله سبحانه وتعالى، الولاية في السمع والطاعة ونحو ذلك، لا يكون إلا لإمام عادل. في قول الله جل وعلا بكلمات فأتمهن، تقدم الكلام أن هذا جاء على عدة معاني. قيل أن المراد بذلك المناسك، وقيل أن المراد بذلك هي 30 سنة كما تقدم الكلام عليه، وقيل أن المراد بذلك وما جاء عن عبد الله بن عباس أن الله عز وجل ابتلاه بخمس في الرأس وخمس في الجسد. هذه قيل إن المراد بهذا هو سنن الفطرة، في قول الله جل وعلا فطرة الله التي فطر الناس عليها. الفطرة في هذه الآية الظاهر من كلام المفسرين كما جاء عن عكرمة وسعيد وقتادة وغيرهم أن المراد بذلك جملة من المعاني، لكن جامعها شريعة الإسلام من الاستسلام والانقياد لله سبحانه وتعالى. وقيل إن هذا الموضع في هذه الآية يخرج عن الموضع في حديث أبي هريرة كما جاء في الصحيحين، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يقول ابن عبد البر رحمه الله قال حمل الفطرة في هذا الحديث على الفطرة في تلك الآية محال، على تلك الآية، الآية محال، فلا يكون المراد بهذا ذلك المعنى. الفطرة من جهة الأصل هي الابتداء، فاطر السماوات والأرض منشئهما سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن عباس كما روى ابن جرير الطبري من حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض حتى اختصم إلي أعرابيان في بئر، قال أحدهما أنا فطرتها وقال الآخر أنا فطرتها يعني ابتدأتها، كل منهم يقول أنا الذي بدأت بها. إذن فالمراد بفطر الشيء ابتداءه، والفاطر هو المبتدئ بالإنشاء الذي لم يسبقه إليها سابق. والفطرة هو ما أنشأ الله عز وجل عليه الإنسان، ما أنشأ الله عز وجل عليه الإنسان من خلقه، أن هذا مما فطر الله عز وجل عليه الإنسان. ففطر الله سبحانه وتعالى على الإنسان على هيئة معينة، يحرم عليه أن يغير تلك الهيئة إلا ما خرج عن الأصل الذي امتن الله به على عباده، في قول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. خلق الله عز وجل الإنسان على أحسن تقويم، فإذا لحقت وعاها لا حرج عليه أن يزيلها مما يطرأ على الإنسان من الأمراض أو الأورام أو الأعضاء الزائدة كالأصابع الزائدة أو الأظفار الزائدة أو نحو ذلك، فإن هذا أو مثلا في الشعر الذي في غير موضعه ونحو ذلك، أو الشعر الزائد عن قدره عن خلقة الناس أن يتقلل منه، فإن هذا من الأمور التي ترجع الإنسان إلى أصله، وأن الله عز وجل أراد بشيء يخرج عن أصل خلقة الله سبحانه وتعالى حكمة عظيمة في ذلك، منها أن يرى الناس أن الله عز وجل كما أنه قادر على أن يخلق الإنسان على أحسن تقويم، قادر أيضا على التبديل والتغيير سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا أن يعلموا نعمة الله عز وجل عليهم وحكم عظيمة يعلم الإنسان بعضها ويجهل أكثرها. وهذه الفطرة التي ابتلى الله عز وجل بها إبراهيم جملة منها المضمضة والسواك، الاستنشاق، فرق الرأس، قص الشارب هذه في الرأس، وهذا فيه جملة من المسائل. مسألة السواك هل هو من سنن الفطرة أم لا؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث أن السواك من سنن الفطرة، ولكن جاء في هدي عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأحوال التي كان يستن بها، وحث النبي عليه الصلاة والسلام عليه بآيات في آيات كثيرة. أما أن نقول أنه من سنن الفطرة فإن هذا يفتقر إلى دليل، أما سنة شرعية فهو ثابت. ولكن قد يقال إنه من سنن الفطرة باللازم، أي أن الإنسان إذا تغيرت رائحة فمه تغير عن فطرته التي فطره الله عليها، فيرجع الإنسان أمره بالسواك على ما كان عليه. ومن هذه السنن فرق الرأس، المراد بذلك هو فصل الشعر وجعله على جهتين ألا يكون له ناصي. وهذه السنة لإبراهيم
الخليل. ولا أعلم شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه النص أنه كان عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بفرق الرأس، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل شيئا من هذا، كما جاء في الصحيح في حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى أن أهل الكتاب كانوا أن أهل الكتاب كانوا يفرقون والشرك كانوا يسدلون، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق ثم ترك الفرق ثم فرق عليه الصلاة والسلام. هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وروي في ذلك جملة من الآثار أيضا. ولهذا كره بعض السلف أن يكون للرجل ناصية أن يسترسل رأسه شعره على جبهته، وأن هذا يخالف الفرق. وهذا يؤخذ منه ما هو أعم من ذلك، أنه ينبغي للإنسان العناية بشعره، وأن هذا من أمر الفطرة. والمراد بأمر الفطرة أن الإنسان ينبغي له أن يهتم بشعره كما أوجده الله، معنى أوجده الله نظيفا حسنا بلا رائحة تفسده من عرق ونحو ذلك، فيبقى على ما هو عليه. ولهذا جاء عند أبي داود في كتابه السنن من حديث داود عن حميد بن عبد الرحمن قال: حدثني رجل صحب النبي عليه الصلاة والسلام كما صحب أبو هريرة 4 سنين، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل ليغترف جميعا، وأن يمتشط الرجل إلا غبا، يعني لا يستديم ذلك حتى يكون حاله كحال المرأة، ولكن يوما بعد يوم أو وقت بعد وقت، فيرجع الأمر إلى حاله وفطرته. ولا حرج على الإنسان أن يبقى على فرق وهو الأولى، وإذا كان على غيره فلا حرج في ذلك. وأما بالنسبة لقص الشارب فهو من سنن الفطرة، واختلف العلماء في حكمه من جهة الوجوب، من جهة أصل الأخذ في ذلك. ذهب جماهير العلماء وهو قول العامة، وحكي هذا إجماعا أنه سنة وليس بواجب، نص على هذا النووي رحمه الله وغيره أن هذا سنة وليس بواجب. بعض الفقهاء ذهب إلى وجوبه وهو رواية في المذهب، وذهب إليه ابن حزم الأندلسي رحمه الله، وهو من السنة المتأكدة، وهو أيضا من سنن الفطرة. ويخرج من ذلك ما كان مبالغا مما يؤذي الإنسان ويفسد عليه جسده أو مطعمه ومشربه، فإن هذا أمر خارج عن ذلك، فإن هذا مما يؤمر به الإنسان أمرا. أما أصل الأخذ والصفة في ذلك فإن هذا على السنية على قول عامة العلماء. وأما صفة الأخذ عند من قال بذلك فهذا مما اختلف فيه العلماء، من العلماء من قال بالحلق بكامله أن يحلق، وهذا جاء في قول بعض الفقهاء في هذا، جاء عن جماعة من الفقهاء، روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يحفه حفا شديدا، وجاء هذا عن جماعة من الفقهاء من الشافعية ذهب إليه الربيع بن سليمان المرادي، وكذلك ذهب إليه المزني. أما الإمام الشافعي رحمه الله فلا أعلم أنه نصا في ذلك صريحا من جهة المقدار في أمر الأخذ. أما الإمام مالك رحمه الله فإنه كان ينهى عن حلق الشارب، وإنما كان يحث على أخذ من طرف الشفة بحيث لا يتدلى الشارب، أما ما عدا ذلك ما على فإنه لا حرج عليه أن يأخذه كما يريد. أما السبالان وهو المتصلان بين الشارب واللحية فهلهما من اللحية أو من الشارب، على خلاف عند العلماء في هذا على 3 أقوال، منهم من قال إنه من الشارب، ومنهم من قال إنه من اللحية، ويظهر أنهما ليس من الشارب ولا من اللحية، فلا حرج على الإنسان أن يأخذها أو يبقيها كما شاء. وهذا من الأمور الجائزة. وهنا لم يأتي في أثر عبد الله بن عباس ذكر اللحية من سنن الفطرة، ويأتي الكلام عليها بإذن الله عز وجل في قول الله سبحانه وتعالى: ثم ليقضوا تفثهم، يأتي في هذه الآية
الموضع في حكم اللحية والأخذ منها في أمر المناسك، ثم نتغرع في ذلك لأن لا نريد أن نتكلم في مسائل ليس في موضعها أو لم يتكلم عليها العلماء في هذا الموضع حتى لا يتكرر معنا ذلك. كذلك أيضا أن نتكلم على الأحكام في أنسب المواضع المواضع لها، وإن كانت هي من سنن الفطرة كذلك أيضا من الأمور التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي تفصيل ذلك بإذن الله عز وجل. كذلك المضمضة من سنن الفطرة والاستنشاق، المضمضة والاستنشاق من سنن الفطرة لأنها تخرج الأذى الذي غير الفطرة عن أمرها، غير الفطرة عن أمرها كحال السواك، وهذا من القرائن التي تجعل السواك من أمر الفطرة. والسواك ليس المراد به عود الأراك، وبعض الناس يظن أن السواك هو عود الأراك وليس كذلك، ليس عود المراد بذلك هو كل ما يشاص به الفم سواء كان من العرجون أو كان من الأراك أو كان من غيره. السواك يطلق على ما يشاص به الفم، وأصبح علما على الأراك لأنه هو الموجود وغلبة الاستعمال الناس، وإلا فيستعمل كل شيء. ولهذا نقول إن من يستعمل فرشاة الأسنان أو ما في حكمها استعمل سواكا، استعمل سواكا، إلا أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل السواك العادي وأن يلازمه. لماذا؟ لأنه في مواضع لا يتيسر له إلا هو، عند الصلاة في المواضع في ذهابه ومجيئه ونحو ذلك، فإنه يتعذر عليه إلا استعماله مما يأتي بالسنة. ولهذا نقول إن استعماله ومثله في حكمه من الأمور من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة غالبا لا تتحقق إلا بذلك. وتكلم العلماء على أمر السواك في مصنفات متعددة، وثمة مصنف لأبي شامة رسالة سماها السواك وما أشبه ذاك، تكلم على أحكام السواك وذكروا سنن كثيرة جدا من المصنفين في هذا، من طول السواك وعرضه ومدة قصه واستعماله والسواك الرطب واليابس ونحو ذلك، وهذا كثير منها ليس لها أصل. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله قال إن الفقهاء أكثر من أحكام السواك وأحجامه واستعماله وصفاته ونحو ذلك، وجلها ليس لها أصل، جلها ليس لها أصل. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أحوال في استعمال السواك، منها عند الصلاة وعند الوضوء وعند دخول المنزل، وكذلك عند تغير رائحة الفم، وعند النوم، وعند الاستيقاظ أيضا، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند أيضا قراءة القرآن، وعند الحديث مع الناس. فإن هذا من الأمور المستحسنة أن الإنسان يطيب فمه بالسواك. وأما مسألة المضمضة والاستنشاق، فهل المضمضة والاستنشاق هي سنة في ذاتها ولو لم يكن ذلك مرتبطا بوضوء؟ فنقول إنها من سنن الفطرة. نقول نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق من غير وضوء، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان إذا استيقظ من نومه أن يغسل كفيه وهي مفصولة عن الوضوء، وكذلك أيضا أن يستنثر ثلاثا، يستنثر ثلاثا، وهذا أمر خارج عن الوضوء. لهذا نقول إن المضمضة والاستنشاق أمر خارج عن الوضوء وهو سنة في ذاته، وهو سنة في ذاته. وأما غيره من الأحكام فهل نقول من السنة أن يغسل الإنسان قدميه إلى الكعبين، أو يغسل الإنسان أو يمسح الإنسان رأسه تعبدا من غير وضوء؟ نقول لا، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة. لك أن تتنظف وأن تزيل غبارا على الرأس أو تغسل قدما وتزيل ترابا، هذا من الهدي العام ومما يحبب، أما التعبد فيه قصدا فإن هذا في المضمضة والاستنشاق، فإن هذا في أمر المضمضة والاستنشاق، وهي من سنن الفطرة التي أمر الله عز وجل بها الخليل إبراهيم، وكذلك ابتلاه بها فأتمهن الله عز وجل عليه، فوفى إبراهيم بذلك وأداها كما أمره الله سبحانه وتعالى. ومن سنن الفطرة قص الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط، وكذلك الختان وغسل البراجم. أما غسل البراجم وهي المراد بذلك هي المصافط التي تكون في الإنسان سواء كانت في اليدين، ويغلب عليها الإطلاق في هذا، كذلك أيضا مصافط اليدين في الأصابع المثاني في ثلاثة مواضع، في أول أصبع وأوسطه، وكذلك من عندي الإبهام، كذلك أيضا في باقي جسد الإنسان يسمى براجم، كبعض مصافط الجلد التي تكون مثلا في الركبتين أو بعض القدمين، فإن هذا غسلها من السنة. جاء في ذلك حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى
في الصحيح في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث مصعب بن شيبة عن طلق ابن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفطرة عشر. هذا الحديث مما وقع فيه اختلاف في رفعه ووقفه على طلق، اختلف فيه على وجهين. رفعه مصعب في روايته عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة، وخالفه بذلك غيره، فقد رواه النسائي في كتابه السنن من حديث أبي بشر جعفر ابن إياس، وكذلك سليمان التيمي كما رواه النسائي من حديث معتمر بن سليمان عن سليمان التيمي، كلاهما سليمان التيمي وجعفر يرويانه عن طلق بن حبيب من قوله، فجعلوه من قوله لا من قول عبد الله بن الزبير ولا من عائشة، فضلا أن يكون من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو أقرب للصواب. وقد مال إلى صحة ذلك الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه ليس مرفوعا، وكذلك النسائي والدارقطني وغيرهم، وصنيع الإمام مسلم يميل إلى صحة المرفوع، وهذا من الخلاف السائغ عند العلماء في أبواب العلل، إلا أن النفس تميل إلى عدم صحة ذلك مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام. ومعاني هذا الحديث جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث متعددة، جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة في قوله الفطرة عشر، وجاء من حديث عمار بن ياسر، ومن حديث علي بن أبي طالب، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث عبد الله بن عباس وغيرهم، وفي كثير منها علل. وقد تكلمنا على ذلك في شرح حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في مجالس متعددة في الفطرة عشر. في قول الله في هذه السنن وهي ما يتعلق بقص الأظفار وكذلك حلق العانة ونتف الإبط والختان والاستنجاء بالماء، هذه السنن من جهة أحكامها تتباين. أما حلق العانة ونتف الإبط فحكى الإجماع على وجوبها ابن العربي، وفي ذلك نظر إطلاق هذا فيه نظر، ولكن نقول إنه قال بعض العلماء بوجوبه، أما أن نقول ذلك إجماع ففي نظر، فذهب جماعة من العلماء إلا أن هذا من السنة والهدي، ولا نستطيع أن نقول لإنسان يجب عليه نتف الإبط وغسل العانة وحلق العانة إذا كان ذلك لا يؤذيه اتساخا، وممن يتعاهد نفسه بالنظافة. وذهب بعض العلماء إلى قول السنية، وهو قول جماعة من الأئمة. وأما بالنسبة لقص الأظفار فهو من السنن، وبعض العلماء من قال بالوجوب وذهب إلى هذا جماعة من الأئمة، ولكن نقول إنه من السنة إلا إذا كان يتسخ ولا يستطيع مقاومته فيجب عليه، ويقدر إبقاؤه بأربعين كما جاء في الصحيح، وقت لنا في قص الأظفار ألا تترك أكثر من أربعين يوما. وهذا هل هو في اليدين والرجلين على حد سواء؟ نقول اليدين آكد. لماذا؟ لأن هي مواضع الوضوء، كذلك هي لأن مواضع الأكل ومباشرة الناس. وأما القدمين فتدخل في الحكم أيضا لاشتراكها في مواضع الوضوء، لأنها مما يغسل ويتأكد ذلك، وحكمهما من جهة التوقيت سواء. وأما ما يتعلق بأمر الختان فذهب جماعة من العلماء إلى وجوبه، وذهب إلى هذا الإمام مالك والشافعي والإمام أحمد وسفيان الثوري وغيرهم إلى أن الختان واجب للرجال، وأنه مكرمة وسنة للنساء. وذهب أبو حنيفة إلى سنيته للرجال والنساء، والظاهر الوجوب. بل شدد الإمام مالك رحمه الله، قال إن غير المفتون لا تصح إمامته ولا تقبل شهادته. وقد جاء في ذلك عن عبد الله بن عباس خبرا مرفوعا وموقوفا، وصاب في ذلك الوقف أن الأقلف يعني غير المفتون لا تصح ذبيحته، لا تؤكل ذبيحته.
وهذا يدل على تأكده وتشديد السلف وتشديد السلف في ذلك. وأما بالنسبة للاستنجاء والاستجمار وقد جاء في حديث عبد الله بن عباس أنه من بما ابتلى الله به إبراهيم، نقول الاستنجاء والاستجمار، الاستجمار هو استعمال الحجارة تسمى جمرة، ولهذا رمي الجمرات يسمى الحصى، أما الاستنجاء بالماء. ويتجوز الفقهاء باستعمال العبارتين بعضهما عن بعض، بعضهما عن بعض، وهو واجب لأنه إزالة نجاسة إذا كانت في غير موضع النجاسة، فموضع النجاسة من باب أولى. وهذا من هذه الذي ينبغي للإنسان، ينبغي للإنسان أن يهتم وأن يعتني، أن يعتني به. لكن لدينا مسائل في هذا، من هذه المسائل أيهما أولى، استعمال الماء أو استعمال الحجارة؟ لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استنجى بالماء، ولا أعلم في ذلك خبرا صحيحا صريحا أنه استنجى بالماء، وإنما ثابت عنه أنه يستجمر عليه الصلاة والسلام. بعض الفقهاء يستدل ببعض الأحاديث التي جاءت النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمل معه إداوة من ماء وعنزة، والإداوة هل هي الاستنجاء أو للوضوء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ إذا خرج من الخلاء، ولهذا كره بعض السلف استعمال الماء كما كره حذيفة بن اليمان وغيره. وسبب الكراهة في ذلك أن أيديهم تباشر موضع النجاسة، تباشر موضع النجاسة، فكرهوا ذلك الأمر ولم يكن مشتهرا مستفيضا مستفيضا عندهم. أما الحديث كانوا يتبعون الحجارة الماء، فهذا خبر لا يثبت، لا يثبت بذكر الماء فيه. ونقول إذا كانت يد الإنسان تباشر موضع النجاسة فالحجارة أفضل، وإذا كانت لا تباشر فالماء أفضل وأنقى، فالماء أفضل وأنقى. إذن فالعبرة بالإنقاء وعدم مباشرة اليد. ومن المسائل أيضا أن الاستنجاء والاستجمار هو سنة وهدي في ذاته ولو لم يكن لاستباحة صلاة وموضوع. وأمر آخر من المسائل، الاستنجاء والاستجمار هل يجوز تأخيره بعد الوضوء أم لا؟ مثال ذلك، الإنسان ذهب إلى الخلاء وقضى حاجته كأن يكون في برنا ونحو ذلك، ولم يستنجي، ثم أراد أن يتوضأ، هل نقول استنجي أولا ثم توضأ أم توضأ ثم استنجي؟ هذا خلاف عند العلماء في هذه المسألة على قولين. والصواب في ذلك الذي يظهر أنه يجوز للإنسان أن يستنجي بعد وضوئه، لأن الناقضة هو خروج النجاسة لا وجودها، لا وجود النجاسة، لأن وجود النجاسة على موضع من الجسد كوجود النجاسة مثلا على موضع كوجود النجاسة على ساق الإنسان وعلى ركبته، فتوضأ الإنسان ثم رأى النجاسة في على قدمه كدم مسفوح أو بول أو نحو ذلك، هل نقول أعد الوضوء أغسل النجاسة ثم أعد الوضوء؟ لا، لأنه لا فرق بين النجاسة التي على المحل بين سائر المواضع، لأن الشارع إنما أمر بالاستنجاء لأن غالب موضع النجاسة خروج النجاسة وموضع النجاسة، فأمره بالاستنجاء اختصارا وتيسيرا عليه، وهذا هو المعتاد من عمل الناس. أما لو أن الإنسان أخر استنجاءه وهذا أمر مفضول، وكذلك أيضا ليس من الإنقاء التام، لكن لو قدر الإنسان أنه قضى حاجته من غير أن يستنجي، ثم توضأ وأراد أن يستنجي بعد ذلك، نقول صح أمره ما لم ينتقض وضوءه. وإزالته لتلك النجاسة كإزالة النجاسة من موضع من ركبته أو ساقه ونحو ذلك، ثم يستمر بمبادرته لأمر الصلاة. الآية الثالثة نأخذها على العجل وفيها معنى يسير جدا، في قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في هذه الآية في قول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، رفع إبراهيم القواعد، فيه فضل بناء المساجد ورفع القواعد، لكن في هذا المعنى في قوله ورفع القواعد من البيت فيه تشييد البناء ورفع المساجد حتى ترى، هل يؤخذ من ذلك تشييد المنارات للمساجد أم لا؟ نقول أولا ينبغي أن نؤصل مسألة أن المساجد ليس لها شكل معين في الإسلام، ليس لها شكل معين، لا مربع ولا مستطيل ولا مستدير ولا مساحة معينة أو مسافة معينة، فيبني الإنسان ما شاء ولو كمفحص قضات، فهذا هو من المساجد الذي أمر الله عز وجل بإنشائها وعمارتها بما تقوم به حاجة الناس. وأما بالنسبة لرفعها وتشييدها أطولا من بناء الناس، هذا من المعاني الذي أخذ بها بعض الناس أن يكون حتى ترى، وأخذ بعضهم
من هذه الآية بعض المتأخرين معنى رفع المباني وكذلك أيضا المنارات حتى ترى، وهذا استدلال ضعيف، وهذا استدلال ضعيف. ولو كان كذلك فإن أولى من يقتدي بهذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء من الصدر الأول من التابعين وكذلك الصحابة يسمون المنارة هو موضع الأذان، المنارة هو موضع الأذان، ولهذا يرد في بعض المصنفات والكتب كلمة المنارة و يريدون بها موضع الأذان، لا يريدون بها هو هذا العمود الذي يرفع على المساجد، على المساجد. لم يكن في زمن النبي ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي بن أبي طالب منارة، ولا يعرف هذا في زمن النبي ولا الخلفاء ولا في زمن الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله تعالى. جاء في مصنف ابن أبي شيبة من حديث عبد الله بن شقيق قال إن المؤذن كان إذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن على المنارة ثم ينزل. المراد بذلك هو المكان المرتفع، هو المكان المرتفع، وليس المراد بذلك هي الأعمدة الموجودة، وكان يصلون أو يؤذنون على السطوح. وقد ترجم على هذا جملة من المصنفين كابن أبي شيبة في كتاب المصنف في أبواب الأذان على المنارة، صنف وترجم له أبو داود أيضا في كتابه السنن. وجاء أيضا في صحيح إمام مسلم من حديث النواس بن سمعان في نزول عيسى قال عند المنارة شرقي دمشق. المراد بذلك هو المكان المرتفع وليست هي المنارات الموجودة حاليا. من أول من وضع المنارة في الإسلام؟ وهذا مما اختلف في أمره. قيل إن أول من وضع ذلك هو زياد بن أبي في خلافة معاوية، ذكر ذلك البلاذري في كتابه الفتوح، وهذا في عام 45 للهجرة. وقيل إن أول من وضع ذلك هو خليفة ابن مخلد، وذلك في عام 54 للهجرة وضعه في مصر ثم اشتهر هذا. فإذا كانت المنارة لم تكن معلومة في الصدر الأول فمن باب أولى ما يوضع على المناير من الهلال ونحو ذلك، فالهلال لم يكن معلوما أيضا في دول الإسلام المتقدمة، وإنما عرف في الدولة السلجوقية، وأول من وضعوا دولة السلجوقية هم أول من وضعوا الهلال، وضعوا الأهلة على المنارات، ثم تبعهم الناس في ذلك. ودافعهم في ذلك أنهم رأوا النصارى يضعون الصلبان على الكنائس، فجاءت الحمية ثم وضعوا الهلال على المنارات، ثم أصبحت سنة مطروقة حتى وصلت إلى الحرمين، فأصبحت علما على المنارات. وسواء وضعت أو تركت فالأمر في ذلك سواء. في قول الله عز وجل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، في إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان إذا أنجز عمل يستحب له أن يدعو الله قبول ذلك العمل، قبول ذلك العمل، سواء كان بناء أو طاعة أو مثلا عمل بر الصدقة أو إحسان ونحو ذلك، أن يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه هذا